اه يا نن عيني، تلاقيك على لحم بطلك من الصبح. خد خير وبركه. شكرا يا باريز، انا ماليش نفس. كلي انت. طب تيجي نقسمها عشان يبقى عيش وملح. ده انا ماليش نفس، متشكر قوي. خلصي، اعمل ايه دلوقتي؟ كتب له عمر جديد على ايدك. الظاهر مكتوب لي ان انا اشفي كل اللي عايزوني، مره متعب ومره عفه واخرتها خلوصي. كله مقدر ومكتوب، بس ربنا ما يعملش حاجه وحشه في حد، احنا اللي بنوسخ روحنا. صح. طب ازاي نغسل الذنوب دي؟ عارف كل ما استحمى كنت استحمى بليفة صوف سنها حامي، واقعد امر وشمر وشمرش في جلدي عشان اشيل ريحه القرف، لحد ما جلدي شق ويجيب دم وبرضه ما حسيتش اني نتفت. تبنا الى الله، تبنا الى الله. ايه ده؟ دي عفة اللي كنت بتحكي عنها؟ اه، ودي اللي جابها هنا دي. تعال هنا، روح فين؟ احسن حد يدوس فيه. خليك هنا، انا راجع لك. تعال. باريس، هو في ايه؟ اخويا ما اعرفش. الدكتور عمر راح فين؟ اتنفض يا اخويا زي ما يكون تعبان قرش ولا حاجه، وجرى ورا البيت اسمها عفة دي. عفة؟ عفة مين؟ مش عرفتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي وكفيك شر الحوجة. هديلي والنبي يا حاجة. بالي ارتاح واعرف ان يا رب يا حبيبتي يهديلك بالك ويريح لك حالك ان شاء الله. وايه اللي شاغل بالك ومخليك مش عارفه تنامي يا عفة؟ مفاجأة مش متوقعة. مش انت ايه اللي جابك هنا وليه عامل في نفسك كده؟ نفس اللي جابك هنا، بس تفتكري بقى شوية الأكل دول على حبة الفكة اللي بتوزعيهم هيريحوا بالك وهيريحوا إحساس الذنب. انت عرفت منين إن أنا هنا يا عمر؟ الاسم والنصيب، نفس الاسم والنصيب اللي ضيعوا مني يوم وصحيت لقيت نفسي لابس في عيل مش ابني. فاكرة ولا مش فاكرة؟ أنا مش فاهمة أنت عايز إيه مني بالظبط؟ أنا اللي عايزه ولا أنت اللي عايزة؟ مرة تنغصي عليا حياتي بكدبة ملهاش أي معنى، ودلوقتي أمك عايزة تلبس أختي جريمة قتل هي ملهاش أي ذنب فيها، وأنت عارفة كده كويس. أمي ملهاش دعوة، ما تصدقش حد خالص يا عمر. بجد والله؟ ويوم الحادثة مش أبوكي كان معاكي في النادي وزعلتي، ولما علي اتكلم معاكي ضميرك وجعك وطلعتي وراه عشان تلحقيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل، حصل يا عمر، بس جريت وراه ما لحقتهوش. لا لحقتيه يا عفة، لحقتيه وعلي شافك. شاف ايه؟ ايه ايه اللي جابك؟ قلت لك ما تجيش هنا. ما انا قلقت عليك وانت ما بتردش عليا. يلا يلا يلا، عفة هنا. أكيد روحتي وراها وشفت أمك وهي بتحط السم وقتلته. انطقي. حمود حرام عليك، حرام عليكوا أنتم، أختي هتتشنق. حرام عليكوا، حرام عليكوا. ارحميها وقولي الحقيقة، قولي. وما رحمتنيش إيه الأول لما خطفته مني، لما خدت مكاني في حد كان هي المفروض اللي تموت. ما كنتش أقصد أموتها، ما كنتش عايزة أموتها، كانت نفسي اللي تموت.
انت اللي قتلتي؟ مساء الخير. انا فين؟ لا 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 على مهلك كده، الحركه ممنوعه نهائي. انا فين؟ يلا بقى، منه الله السواق الاطبش اللي ما بيشوفش ده، بس الحمد لله قدر ولطف، لحقناك الحمد لله. ايوه الحادثه هو. لا مفيش كلام خالص، انت اصلا عندك ارتجاج بسيط كده ومحتاجه راحه لمده اسبوع على الاقل. عمر، عمر اخويا، انا عاوزه عمر. والله انا ما عارف اقول لك ايه، بس يعني هو الشيطان اصله لما بيلبس حد بيخليه يعمل حاجات ما نقدرش نعملها، يعني عموما ربنا يهدي. انا مش فاهمه حاجه، عمر فين؟ عمر هربان. عمر هربان؟ عمر هربان؟ هربان من ايه؟ لا 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 لا، انا عايزك تهدي خالص. العظيم انا ما عارف اقول لك ايه، انا قلت لك هتنفعلي وهينفع الخطر عليكي دلوقتي. اتكلم يا دكتور، عمر هربان من ايه؟ ابوس ايدك اتكلم. صعبان عليا والله، يعني هتلاقيها منين ولا منين؟ حزنك على جوزك اللي اتقتل، ولا شحتفتك على اخوك اللي قتله؟ ايه؟ مين قتل مين؟ عمر قتل غازي وهرب، والمستشفى كلها مقلوبة عليه. لا لا والله، لا ما حصلش والله. طب ما حصل. بس اهدي اهدي والله ما حصل. والله العظيم هو ده اللي انا كنت قلقان عليك. عمر ما قتلش، عمر ما قتلش. انا وصفوان لقينا غازي، وغازي دخل في الازاز، والازاز كله نزل حتميه. والله يا دكتور عوني، والله ده اللي حصل. اهو ده الضعفات بتبتدي بالتخريف. شوفي غازي مخنوق، والمستشفى كلها شافت الدكتور عمر وهو بيهرب بعد ما قتله. لا لا انت بتخرف، عمر اخويا ما قتلش، عمر ما قتلش، وصفا شهد على كل اللي حصل. انا 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 اللي زقيت غازي، انا وصفا، والله انت اللي بتخاطر. ماشي ماشي، بس اهدي اهدي، انا دلوقتي هندهلهم يدولك حقنه مهدئه وهتبقي تمام ان شاء الله. انا عايز امشي، انا مش عايزه حد يديني حقن، انا عايزه اخويا. طب اهدي 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 بس اهدي. عمر حقنه بسرعه. هي دكتور هنا يا عمر. عمر اخويا انت بتكرهه طول عمرك، مش عايزه حقنه. مش اهدي اهدي خالص، بتكرهه طول عمرك، بتكرهه وبتتقيم منه. مش عارفه احنا بنتركوا ايه خالص، ده احنا بنحبكم وبنحب عمر. انت احنا كان لازم نكتفها لغايه ما الحكومه تعكوشها. حكومه يا هبله، ما لو فيها حكومه كان الدكتوره كمان اتعكش معاها. باريزه عندها حق، كان لازم نسلمها. سلم يا دكتوره، ده لولا ستر ربنا والناس اتلمت زي النمل وانت خلعت في الزحمه كان زمانك دلوقتي كلابوش. تفهم باك يا خلوص. خايف عليا يا باريزه؟ انت اللي زيك لازم ينخاف عليه يا ابطال. قبطان ايه بقى؟ القبطان غرق وغرق المركب بالناس اللي فيها. السجن ارحم من التوهه اللي الواحد عايش فيها دي، بقى تبقى برايه اختي قدام عيني ومش قادره اثبتها. ربك كبير ومفيش احن منه. اهو دلوقتي فلانكات يجي ويحكي لنا على كل حاجه. دكتوره انتبه الرجوله، واحنا رجاله في ظهرك، ومطرح ما هتدق هنرسلها. سبحان الله، ببلاش يا خلاصي. والفلوس عملت لي يا باريزه؟ وانا كنت هروح فطيسه اهو، اللي هو الدكتور ربنا يكرمه كان زماني مريح صف تاني جنب الناس اللي تحت دي. ربنا يكرمك يا دكتوره. طب خد يا اخويا رن على فلانكات شوف اتاخر ليه. اهو فلانكات اهو،
هلا فلانك. ها خير؟ البنت قطعت نفسي، دي هربانه منها، هربانه منها خالص. المهم اهدى بس كده وجمع نفسك وقول لي راحت فين. ممكن تحكي لي اللي حصل بالتفصيل؟ بعد ما اتخانقت انا وبابا في النادي مشي وسابني، خرجت وراه بسرعه عشان اصالحه، لقيت البنت دي واقفه مستنيه بره، وركبوا العربيه ومشوا، خدت عربيتي وطلعت اجري وراه لحد ما وصلت بيت غريب قوي ما اعرفهوش. فضلت قاعده مستخبيه ورا السن مش عارفه اعمل ايه، مش مصدقه اللي انا شايفاه. فضلت افكر لحد ما جبت على الدليفري. لما فتحت هي اللي بتاعه الدليفري طلعت عشان تجيب لي فلوس، هو سمع حاجه في الشارع خليته يجري، فانا طلعت دخلت البيت ده استخبيت ورا الكرسي اللي ورا الباب، هي حسبته ومشي، بعدين هي طلعت فوق لجوه. وراح فين ده يا كابتن؟ ميرسي. الف شكر. انا بقى هفتح نفسك وهنسيك قرف بنتك والوش اللي هي عامله لك في دماغك ده. يا بنت يا بنت، بقول لك ايه، اطلب منك طلب. اتفضلي. طبعا ينفع ما تسيبش الرياسه دي ابدا. ده عشان خاطرك انا قتيل الرياسه، واي حد مش عاجبه يخبط دماغه في اكبر حيط. هو ده فضلت ادور على اي حاجه اطلع موتها بيها، انا ما كنتش قادره اصدق اللي انا شايفاه. بعدين لقيتها حاطه سمك على السفره، بابا ما بيحبش السمك، فقلت انا لازم اموتها بالسمك ده. دخلت المطبخ فضلت ادور على اي حاجه، لقيت سم فرين، حطيت سم الفرن على السمك، غرقته سم فرين عشان هي تموت. انا عارفه ان بابا ما بيحبش السمك وما كانش هياكل، هي اللي كان لازم تموت، هي اللي كان لازم تموت مش انا اللي قتلته، هي اللي سرقت. يبقى اكيد هو اللي ورا البلاوي دي كلها، واكيد متفق مع الست دي عشان يضيعوا مستقبلي. ده راجل سماوي، كل اللي يهمه انه يخلص عليك. بص يا ابطان، انا ريحت ضميري وقلت لك على اللي فيها، عليك انت بقى تخطط واحنا ننفذ. لو عايزنا نجيبه لك متشف لغايه هنا اعتبره حصل. خد بالك ده ابليس، واكيد محصل نفسه كويس. لو هو ابليس احنا اولاد ابلسه، نحفر له خيته نصطاد بيها امه لحد هنا. سكه واحده بس اللي نعرف نجيبه هنا. سكتي ايوه. يوف ده سي حافظ. رد بسرعه. الو. ايوه سي حافظ. طيب ما تزقش كده، خد عايز اكلمك. الو. ايوه تينا في المستشفى ليه؟ حادثه ايه؟ طب ماشي روح انت لسامي دلوقتي حالا، انا هتصرف وامسح الرقم ده بعد ما تقفل. ها سلام. في تينا في المستشفى. يا ساتر يا رب. والمحامي عنده جديد قضيه سمع. يبقى اكيد البنت اعترفت على نفسيها. انا لازم اروح اشوف تينا. استنى بس استنى على فين بس. استنى هي في المستشفى اللي حصل لك فيها مشكله، انت نسيت ولا ايه؟ يعني الحكومه مترشقه في كل حته وده غلط عليك يا قبطان. هتلاقي المباحث موجوده في كل حته برضه. ان شاء الله تكون في وزاره الداخليه. هشوف تينا، انا هشوف تينا وانتوا هتساعدوني. هنساعدك. سترك يا رب. انا قلبي مطمن يا عمو، ان شاء الله خير. عمو حافظ. سما. خلاص قوي هخرج النهارده حبيبتي. الحمد لله. الف مبروك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. الله يسلمك. ايه ده، هو عمر فين وتينا؟ ها هو هما موجودين بس هنشوفهم بعد ما نخرج من هنا ان شاء الله. مالك يا عمو، في حاجه حصلت لهم؟ لا بنتي ما فيش، بس بنتي فين
وديتوها فين؟ انتوا هتلبسوها القضيه ولا ايه؟ بنتي لازم تطلع براءة، هي اللي يمكن تعمل كده ابدا، وفضيحة الدكتور الهربان القاتل بتاعكوا تشهد بكده. هتضيعوا بنتي ولا ايه؟ انا هفضحكوا، انا مش هسكت لكم ابدا، انا هفضحكوا اكتر ما انتوا كنتوا مفضوحين في كل حاجه. قاتل وهربان؟ يا ستي دي بتقول ايه؟ عمر في ازمه يا سما. ربنا يسامحك يا عم، ما كانش ليه لازمه انك تقول له على حادثه تينا يعني. حادثه تينا وازمه؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ كان لازم يعرف. هنفضل مخبيين عليه لغايه امتى؟ كفايه المصايب اللي عنده. مصايب وحادثه في ايه؟ في ايه الامور؟ انا مش فاهمه حاجه، ايه اللي حصل يا عم؟ دي اخر حقنه مهدئه هتاخديها. من النهارده لازم تقاومي اي انفعال، وما تضيعيش بقى تعب الايام اللي فاتت. انا حاسه كاني بتولد من تاني، بحسس على الدنيا من بره، حتى خطوه رجلي مش حاسباها، كل اللي شايفه عيني مش واضح. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا دكتوره؟ انت يا حبيبتي بتخرجي من السجن اللي حبستي نفسك فيه، واحساسك ان السجان اختفى مخليكي تطلي على الدنيا بشويش. انا قلت لهم اني زقيته عشان يموت. طب احمدي ربنا بقى انهم شافوا القاتل، والا كان زمانك دلوقتي. كان نفسي يصدقوني، كان نفسي اقتله. عمر القتل ما كان حل. واللي عملوا فيا ده تسميه ايه؟ خلاص يا ستي اخذ جزاؤه. بس انا بصراحه صعبان عليا قوي دكتور عمر، انا غلطت ان حكيت له، اكيد هو قتله عشان كده. انت بتقولي ايه؟ عمر هو اللي قتله؟ يا حبيبتي يا سما خليكي في حضني يا حبيبتي، وحشتيني قوي، وحشتيني قوي يا ابني. انا ما كنتش اعرف ان الدنيا وحشه قوي كده من غيرك. خليكي في حضني عشان اشبع منك. بالراحة يا تينا، الدكتور قال لي انفعالات خطر عليكي. عمر حد يفهمني، فهمني يا محافظ ايه اللي حصل لاخويا. عمر متهمينه في غازي عشان كده هرب استخبى. والله غلط يا عمي، انا قلت لهم وفهمتهم، محدش مصدقني مش عارفه ليه. المهم انت قولي لي، انت جيتي هنا ازاي؟ واللي حصل ده حصل ازاي؟ كل اللي حصل ده كان لازم يجي يا عمي، بس ده مش وقت حكاوي. انا عايزه اطمن على عمر. طمني، عمر مستخبي في مكان ولا الدبان الازرق هيعرف يوصل. انا مش مطمنه، انا عايزه اروح له. تروحي فين بس؟ انا عايزه اروح له يا عمي، انا مش هسيب سما لوحدها. لا طمني، اذا كان على سما انا حوديها عند العمار واطمني عليها هناك خالص. وعمر ربنا يزر الحق ان شاء الله. حبيبي يا اخويا. خلاص بقى، وانت يا سما خلاص الله، وانا جايبك عشان تهديها ولا عشان تزودي همومها؟ مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا يا عمو. استغفر. خير ان شاء الله خير. مسكين يا عمر. ليلتك فوضى يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا سنياس. الله يسلمك. لحد لمحك. عيب يا دكتور، ده كلام برضو. بص بقى، الدنيا دلوقتي لبش، والأيام دي لازم نبقى محرصين. يا دكتور، حط في بطنك شادر بطيخ صيفي، احنا في التمام. ايش يا عم اللي في التمام؟ في خدمة بقى صغيرة كده عايزك تعملها لي عشان نقفل بيها الليلة دي. عين الاتنين، بس يعني المؤاخذة في الأول كله بتمنه يا دكتور. عارف ان كله بتمنه، وانا هديك كل اللي انت عايزه، بس تنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. كده يبقى احنا متفقين، وانا وداني ملكك. وداني ايه؟ انا كل ملكك. بص يا سيدي، في ناس عايزك تبدلهم وتستنى لغايه ما اديك الاشاره، وانا رهن الاشاره. اه يا تعبانه يا عيني. بس بقى ما تقفريش كده، اللي هيولدوكي بجد. حبك الدور. يخرب بيتك. سلي والنبي والنبي يا سيستر، يا اختي والنبي، السونار منين؟ السونار بص، خشي كده في اول من على طول. سوزا منين؟ الشيله كلها هنا. دي سما. طب يلا تعالي تعالي، بس شويه ضغط كده. مش قوي كده يلا.
حد فيكم يعرف مكانه مش هيحصل لكم كويس، ولو اتصل بيكم يا ريت تبلغوني، الهروب مش في مصلحته. انتوا عايزين ايه من اخويا؟ اخويا بريء ومظلوم، والله العظيم مظلوم. ايه يا سما مش كده. امرك على الظابط. في حاجه تانية؟ تقدروا تتفضلوا، مع السلامة. الله يسلمك. يلا. يلا يسلمك، يلا. يلا. يلا يا ابني. فتوك. ايه ده؟ انت عايز يا بطل؟ الحمد لله، كان نفسي اخدها في حضني قوي. بقول لك ايه، تعالى نديها لغايه ما الظابط ده يمشي وبعدين ادخل لها. تعالى نروح ماما رضا. السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك. سيبيها قبل ما تشوفيني. عمر عمر الحمد لله انا سلمت. طمني عليك، انت عامل ايه؟ وطي صوتك، وطي صوتك، مش عايز حد يحس بيا. انت عامل ايه يا حبيبي؟ انا كنت هتجنن عليك يا عمر. وانا كنت هتجنن لو ما شفتكيش. انا عايز اعرف انت ليه عملت كده وليه؟ انا ما قتلتوش يا دينا. انا متاكده انك ما قتلتوش، بس اللي هربت يا عمر. ما لما كنتش هربت كان لبسوها لي. دوب جايلهم لحد هنا برجلك. دينا انا براتي قدامك هي اكتر حاجه كانت تهمني. عمر انا ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا غير ان انا اشوفك بس واطمن عليك. انت كان ايه اللي وداك يا عمرو؟ ايه اللي كان جايبك هنا؟ عشان اسمع بيه، عشان اسمع بنفسي كل اللي حصل منه، قذرته تصرفاته. تعرف يا عمر، ياريتني كنت فهمت الدموع اللي كانت يوم فرحي في عينيك. انا مش عارفه ليه ما فهمتهاش، وزعلانه منك اكتر انك ما صرحتنيش وقلت لي. انا ما قدرتش اكسر فرحتك ولا قلبك. ياريتك كنت كسرت قلبي ولا كسرت نفسي وروحي وكسرتنا كلنا دلوقتي. الحمد لله. شفتي؟ شفت اللي متبقي في الغلبانه صفوه فيا. صفوه هي اللي... لا يا عمر، لا مش صفوه، انا وصفوه زقناه، ولما غازي اترشق في الازاز ونزل كله على دماغه، جرينا انا والبنت الغلبانه، كنا مرعوبين وخايفين ورجعنا تتخبط في بعض لحد ما حصلت الحادثه. بس هو متمخنوق بسلك تليفون. ما هو ده اللي هيجنني، ده اللي هيجنني، نفسي اعرف مين اللي قتل ومين اللي عمل كده. هيكون مين بس اللي عملها؟ عمر، عمر هيشوفوك. استخبى عمر هيشوفوك. ما تخش يا سما، انت مكسوفه ولا ايه؟ لا ابدا، بس كان نفسي اروح على البيت. روح على البيت ايه؟ مش هتطيقي تقعدي هناك ثانيه واحده. البيت فاضي ما فيهوش حس، ده غير انك مش هتشم هناك غير ريحه التراب وبس. معلش يا عم، مسير الغايب يرجع والبيت يتملي من تاني. طيب اسيبك انا دلوقتي. لا لا استنى والنبي يا عمو، انا عايزه اكلم عمر، ممكن تتصل بيه؟ ما بلاش يا سما، انت كده بتزوديها عليه يا حبيبتي. عمر دلوقتي مش حر. ايوه، ويمكن كمان لما يسمع صوتك. ثانية واحدة. ده عمر. عمر؟ ايوه يا عمر، ايوه يا عمر. والنبي استني. الو عمر، انت وحشتني قوي. خلاص بقى يا سما، خليني اعرف اسمع صوتك. لو حاجة تطمني وخلاص.
أنا كويس، اطمني. خلي بالك أنت من نفسك. آه كويس أوي إنك أنت عملتي كده، برافو، كويس. بلاش تقعدي لوحدك. أنت كمان يا حبيبتي، أنت كمان. إديني يا عم حافظ. سيدنا محمد رسول الله. أي يا عم. عايزك تعمل اللي قالهولك ده كويس جدا وتركز فيه قوي، بس تاخد بالك ليكونوا مراقبينك. عودت يا عين على رؤيتك وقلبي يسلم. ايه ده؟ لا الدركسيون ما بيبقاش هنا، الدركسيون هو الناحيه دي صح؟ الناحيه دي بس. بسم الله عليك يا اخوي. بسم الله عليك. يا سبحان ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه؟ أول مرة الصمت مطر حاجات حلوة. مطر؟ والله وأنا محتاج إسعافات. يا سبحان الله على الإسعافات الأولية. ولو لازمة الجراحة يوم واحد احنا جاهزين. لا يوم واحد ايه؟ ولي أسبوع وشهر. اعتبريها جناية وديني 6 أشهر. بس ايه الحلاوة دي؟ مش معقول. انا فوت ولا ايه؟ فوت. هو انت وانت مش انت ال يا نيالك، هو انت ما طلعتش؟ لا استني، عطلين انت سايباني ورايحه فين كده؟ الله اطرزق في حته تانية، كفايه اول اللي شفته منكم. ايه ده؟ وانت رجعتي تاني للشغلانه اللي هي دي بتاعت ال مش الشارع وللشارع، نصيبنا كده بقى. سلام. لا استني بس، انت كل شويه سلام مستعجله ليه؟ ما احنا مع بعض، مش قلنا هنخش في جراحه وبتاع؟ بس انا بصراحه بقيت اتشائم كده من الدكاتره. اختي الدكاتره دي قطعه الدكاتره واسنانهم وعينهم، الدكاتره كلهم زي بعضيهم. بصي صوابعك زي بعضيهم. بصي صوابعك وصوابعي، الله والله لايقين على بعض. ما يضرش، لقص وقول فرش ولا غطا. أنا فرش وغطا الاثنين؟ الحمد لله. طب اركب يا اخويا، اركب. أنا هركب من هنا، هركب أنت من هنا. لا من هنا أقعد. ما تيجي نركب إحنا الاثنين من هنا. لا هنا، أنا هركب من هنا. تعرف تسوق ولا هتودينا في داهية؟ والله حيبان بقى. لو ربنا كاتب لنا عمر هنسوق. اطلع يا اخويا وانا اقول لك نروح فين. يا لهوي عليك راجل، ازازه بحالها، ده غير اللي طفحته ولسه المزاج ما توزنش. لا انا مزاج بقى على الشعر. انا كده تمام. لا 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 اهدى بس حبتين. بس هقول لك اهدى حبتين، مش دلوقتي. امال امتى بس؟ لما اوزن انا كمان. خلاص اوزن براحتك يا ابيض. طيب ما تفكي نفسك شويه حبتين، زيح اللي انت لابسه ده. أفوك. وانا هحط مزيكا وارقص. تمام. افك قوي. اهدى بس حبتين كده على الرواقات كده وكده وانا كده تعبان. تعال بس عندك. ايه رايك بقى في المفاجاه؟ تحب ليفك انت مين ولا صلاحك انت مين؟ يا فضحتك يا رز. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده؟
دكتور عمر. زي ما انت انا عايزينك زي ما انت كده بعواطفك الجياشه دي عشان القضيه تبقى مظبوطه. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا جماعه. انا جوز الست دي يا رحمك. لا شب عليك والله العظيم طلعت لسه ما عملت حاجه بذمتك. مش مقصود من روحك وانت بتقول الكلام ده. شوف يا سيدي، عملت ما عملتش ما فرقتش، لانك كده كده لابس القضيه وجوز الست اهو قدامك. وانا هاخد حق بايدي. حقك يا معلم مش هتاخد فيه ساعه سجن. روحتي بلاش يا رزه. والله العظيم هي اللي جابتني هنا. ها تحب تقول لوحدك ولا تلبس القضيه ولا منك للمعلم؟ اقول ايه؟ انا مش عارف حاجه. بلغ يا دكتور بلغ. خلاص استبينا. خلاص يا دكتور حاول. دكتور عوني هو اللي اتفق مع الراجل ومراته عشان يلبسوك القضيه. حلو. وهو اللي قتل غازي صح؟ لا والله العظيم دي انا ما اعرفها. سمعني بقى حكاية الست والراجل دي ما كده والاتفاق مع الدكتور عوني من طقطق لسلام عليكم. صوري يا رز. اتفضل يا سيدي. ابدا. كنت بعاند روحي قبلهم، ما كنتش حاسه باي امان، كنت عايزه انتش من الدنيا اي حاجه عشان امن روحي. عمر كان ملهي باللي هو فيه، ودينا بتطلع عقدها عليا، كنتش عارفه اعمل ايه. كنت بدور على اللي انا عايزاه ورميت نفسي كده من غير ما افكر في اي حاجه. ساعات بحس ان احنا اتخلقنا بس عشان نغلط ونرجع نتوب تاني. عشان كده سامحتي عمر ورجعتي له؟ احنا ما رجعناش لبعض يا سما. امال ايه؟ انا بس حسيت ان لازم اقف جنبه، ما ينفعش اسيبه في الظروف دي. بس انا متاكده انك لسه بتحبيه وممكن كمان. حبيبتي ممكن اي حاجه في الدنيا يبقى لها فرصه تانيه إلا الثقة، ما بتجيش إلا مرة واحدة. إيه ده؟ في حركة بره صح؟ أيوه أنا سمعت صوت. يو ما تخش ما تخافش، خدتي برجلك الشمال. وهاب بقول لك إيه؟ السكة هنا كلها شمال ولا إيه؟ دي المكنة الخصوصي اللي ما بتطلعش الا للزبائن العلاوي قوي قوي قوي. الصلاة على النبي على العلاوي. يلا يا راجل. طب هو هنا الباب ده تخطيه من هنا تلاقي الهنا هنا والسعد بقى وقعت. يا صلاة النبي على الهنا. خش يا روح الروح خش. انت ايه اللي جابك هنا؟ اهلا. مش قالت لك هنا هتلاقي السعد ولا هنا؟ وايه اللي بيحصل بالظبط؟ شفت ديلك النجس وصلك لفين؟ عملت معايا كده ليه يا عوني؟ بقول لك ايه يا دكتور عمر؟ ما تتسرعش عشان ما تندمش. نبي كتاكيت، شيلوا البتاع اللي على بقهم ده عشان يقولوا اللي هطلبه منهم. قولوا اللي هقول لكم عليه بالحرف الواحد، مفهوم؟ صاحبك قر والحدوته جابت اخرها. قر وقال على كل حاجه. الست اللي انت جبتها عشان تلفق لي قضيه وتضيع مستقبلي، ورق الضرايب اللي اختفى فجاه وقدر تقدر، وغازي اللي قتلته او سلطت حد عشان يقتله. يا عمر يا عمر صدقني انا ماليش علاقه باي كلام اللي انت بتقوله ده. حرام تحكم على نفسك بيه. انت تسلمه يا بطان، ده كلب ولا يسوى. ايدك حركه تانية هيبقى تمنها عمرك. يا عم بقول لك ما تقلقش، دي الحكايه وما فيها رسالة ليك انت مش لي انا. يا لهوي دي لمر وسام. مش انا اللي تسلم بسهولة كده تلامزة. معاك
حكمت على نفسك بالموت. بدل انت لازم فوق تاني كده ليه؟ عايز اسمع. بص هتسمع من وداني. مؤاخذة. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شامم ريحة صاحبك النجس في الموضوع ده. صاحب مين؟ بص ايه؟ هقول لك على حاجة تنفذها زي ما بقول لك من غير ما تفكر، تمام؟ اعتبره حصل من قبل ما تقول. بص ماشي. ايوه كده بقى نعرف نتفاهم. مفيش تفاهم بيننا يا عوني. اطمن الاول على لمار وسما. لو فضلت عاقل كده هما في امان. لو كلب منكم فكر اني مس شعره منهم هقتلك يا عوني. يا عم ما قلنا تعقل. الله اسمع المفيد. يا عم ما تنجس وتطرش البقين اللي في جوفك. سمعني المفيد يا عوني. اخلص. القضيه بتاعتك ممكن تبقى في شنك وتطلع منها زي الشعره من العجين، والامورتين بتوعك يرجعوا لك صاغ سليم. يخلص قول طلباتك. تتنازل عن نصيبك في المستشفى. ينيلك راجل طيفس وديلك نجس. هستناك بكره الصبح تجيب العقود اللي بينا نقطعها وتمتع التنازل. انت لا يمكن تكون دكتور ولا تستاهل شرف المهنه دي. كل ده عشان تكوش على المستشفى؟ بعدها بساعه بالظبط قضيتك هتبوظ والأمورتين هيبقوا في بيتك. بالمناسبة قبل ما انسى، بعد ما امشي ابقوا فوق الراجل ده وخليه يحصلني عشان خاطري تقولوا حاجة يستر بيها جسمه. ما تفكر ده اخويا تاخده معاك. ادي اللي خدتيه من الحب يا بنت الشيخ عرفان. مرمطه بهدله وجع ملوش اخر. عشتي عمرك كله تحاربي عشان تبقي حره، واخرتها ايدي متكتفه وكمامه حبسه صوتك وخانقه دموع جوه قلب مكسور. يلعن ابو الحب وسنينه. انت فين يا عمر؟ انت فين يا قبطان؟ اللي انت عملته ده عين العقل. ده راجل اسود وغلاوي، كان لازم نطاطي لحد ما الريح تعدي ونلحق بالامورتين. بص يا قبطان، انا شام ريحه الراجل نجس اللي اسمه نيازي. عارفه انت يا اختي. عشان كده انا بعت الواد فلانكاتي عس وراه يجيب لنا قراره. ما تقلقش انا عارف ده هليزه. اسال حتى باريزه. انا لازم اروح البيت اجيب العود ومضي له على التنازل. بيت ده انت اتجننت ولا ايه؟ ده زمانه مترشق بالحكومه لاجل طول رقبتك. ولا رقبتي مش هتكون اغلى من رقبه لمار وسما. موته هو. انا كنت عايزه هي اللي تموت، هي اللي خدته مني. انا حطيت سني في السمك عشان اعرف ان هو ما بيحبش السمك. انتوا مديني فين؟ دكتوره الحقيني يا دكتوره. ما تخافيش دكتوره. بصي انا حطيت سني في السمك عشان اعرف ان بابا ما بيحبش السمك. انا مش قصدي ان هو اللي يموت، عايزاها هي اللي تموت. والنبي يا دكتوره بابا وحشني قوي. وديني اني عايزه احضنه. حاضر هوديكي. انا مش عايزه ادخل هنا. يلا خدوه على جوه. لا انت فك ده. لا سرعة. لا بصي انا 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 ما كنتش عايزه بابا يموت، انا كنت عايزاها هي اللي تموت، هي اللي خطفت بابا مني. يلا يلا انا بحبه قوي. لا يلا يلا خدوه على جوه. يلا لا ما تدخلنيش. ما تخافيش ما تخافيش. انا معاكي انا معاكي انا معاكي. يلا هتشوفه. يلا على جوه هشوفه. هتشوفيه هتشوفيه. هوديكي له. يلا ما تخافيش. انا خايفه. لا ما تخافيش. النبي يا دكتور. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. دكتوره دكتوره. مستحيل. بابا وحشني قوي. عفا انت تعرفيها؟ انا مش فاهمه حاجه. هي ايه اللي جابها هنا؟ متحولة على ذمة قضية. قتلت أبوها. إيه؟ أنا
اختبار اختبار اختبار، امتحان طويل وأسئلة صعبة والوقت ضيق والفرص عمالة بتروح. طب هعمل ايه؟ انا راضي بحب مش مضطر، الحمد لله الحمد لله. انما بس عاوز افهم ذنوبي كلها حبيب الطيشه.